السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم معنا بفيديو جديد لمنتج جديد من تجاربنا الشخصية واللي احنا جربنا فيها هاي المنتجات وكتير كانت حلوة ولطيفة. هلأ المنتج اللي معنا اليوم هو المنخل تبع الطحين بس على شكل كوب. هلأ هذا الكوب كتير كتير مريح في شغل البيت، استخداماته كتير متعددة. من مزايا هذا الكوب انه استخدامه سهل بواسطة هاي الايد، مجرد انه انتي بتحركي هاي الايد. الشيء الثاني انه عليه العيارات، بيعطيكي هون القياسات، وهذا اشي مريح، يعني لهون 125 جرام لهون 250 جرام، يعني بمعدل وقية كاملة من الطحين او السكر الناعم. هلا استخداماته متعددة كتير. اول شيء لنخل الطحين، يعني انا لما بحرك، خلينا نشوف سوا بالطريقة هاي انا عم بنخل الطحين. هلا اذا انا بدي استخدم الطحين، ممكن استخدمها للكاكاو مثلا او للسكر الباودر في عملية التزيين، يعني بحط الديزاين على الكيكة او على الجاتو او وات ايفر انه انا او الفطيرة اللي انا بدي ازينها، وبحط السكر الناعم والبودرة داخل، ومجرد انه انا بحرك فوق القطعة وترتسم عندي الرسمة. كتير حلوة، كتير سهلة، كتير خفيفة، وبنفس الوقت ما بتاخد حيز بالتخزين. يعني كمان هاي ميزة ثانية انه مكان التخزين مثلها مثل اي كوب عادي، يعني هي ساعتها ساعة كوب تقريبا او اكثر شوية، بس انه يعني المكان التخزين تبعها ما بياخد حيز، مش مثل المنخل الكبير. يعني انا بتذكر انه كنا زمان بنستخدم المنخل الكبير اللي حجمه كبير، فكان مساحة التخزين تبعته عالية. هلأ هذا المنتج لا، هذا كتير سهل، كتير حلو، كتير مريح. راح احط لكم رابط انه الشراء من امازون تحت الفيديو ان شاء الله، ونشوف اذا حدا عنده فيكم اي تعليق، اي شيء بحب يحكي عن هذا المنخل يخبرنا اياه بالتعليقات، وخلينا نتشارك الافكار ونتشارك التجارب مع بعض. اهلا وسهلا فيكم، وبنرجع لكم بفيديو جديد ان شاء الله مع منتج جديد وتجاربنا الجديدة مع اي منتج احنا بنشتريه. اهلا وسهلا فيكم وسلام.